من المهم جدا ورجاء يعني على مستوى الشخصي والعائلي والاجتماعي والعمل وكله، لما يحصل اي خلاف او عداوه لا تبالغ في زياده هذه العداوه. والامر الثاني لا تتخيل انها لن تنقضي، فكره بقى انها عداوه مستمره ولا يمكن ان نلتقي ولا ان نتصافح ولا ان نتالف، لا. الله يقول سبحانه وتعالى: عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم موده والله قدير. يمكن ان تتحول الامور باذن الله اذا قررت ان تغير الامر. ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. فاذا فكره ان العداوه دائمه وخالده وتحويل العداوه بقى الى كره، ومن كره الى يعني حقد، ومن حقد الى نيه انتقام، نحن اذا سرنا في هذا المسار لن تنقضي المصائب ولا المشاكل ولا الكراهيه. الكراهيه عمياء لا تبصر، على عاقلة لا عين لها لا تسمع، المحبة حكيمة ومبصرة. فرجاء إذا يعني طبيعة أن نختلف، طبيعة أن نشتبك، طبيعة أن نتدافع، سنة كونية، لكن ندفع بالتي هي أحسن، نجنح إلى السلام والمحبة والوئام. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. العداوة تفنى وتذهب، والحب يأتي وينمو حسب ما نحن نهتم به. إذا رعينا هذه المحبة، السلام والوئام والدعاء والمحبة، تنبت أزهار الحب. أما إذا زرعنا الشوك والحنظل والكراهية فتنبت حسدا وحقدا إلى آخره من الأشياء التي لا ينبغي أن نعيش فيها. فالدنيا قليلة، أيامها معدودة، من الجميل أن نحيا قدر الإمكان بالمحبة والوئام بدل الخصام والشقاق.